إلى موضوع آخر، قامت اليوم مديرية الشباب والرياضة لولاية بشار بالإشراف على انطلاق أول فوج للأطفال المصطفين من مختلف بلديات الولاية وحتى من ولاية بن عباس، حيث ضم الفوج الأول حوالي أكثر من 500 طفل في انتظار الباقي الذين سيوزعون عبر دفعات ليصل العدد الإجمالي ل 1400 طفل. مهدي بوشتة رصد التالي. حوالي 150 طفل متوجهين، 50 طفل متوجهه للويعه و100 لعين باهيم، هذه جنس مختلط ذكور واناث. ان شاء الله نكونوا عن حسن الاولياء نتاعهم وان شاء الله نعيشوا اجواء مليحه ان شاء الله. اليوم تنطلق اول قافله من اطفال المخيمات الصيفيه المنظمه من طرف وزاره الشباب والرياضه. اليوم عندنا 400 طفل من ولايه بشار وولايه بن عباس، وعندنا باقي لنا يبقى لنا 1200 طفل عن طريق ثلاث دفعات، الدفعه الثانيه والثالثه بعد عيد ان شاء الله. نشكر الوالد على بشار على هذا المخيم الصيفي اللي داره علينا، بابا مش مبحره في هذا المصاني مع، نشكر ما قلت لك تمشي مع عائلتك بصح كتمشي مع اصحابك تلاقى تتعرف على اصحاب جداد وتعرف. رحت والله انا متشوق بزاف من ماشي المخيم الصيفي نلعب ونستمتع. وراكم ماشي نمشيو لمستغانم.